متجر صالح لبيع الكوينز والفيفا بوينتس، مضمون رخيص وسريع في التسليم. التفاصيل تحت في الديسكريبشن، ولا تنسى تقول له جاي عن طريقي. السلام عليكم. موقع بلس جيمر منظم بطولة في البرو كلوب في الاكس بوكس 1، راح نشارك فيها باذن الله، وراح يكون يعني منافسة قوية واختبار حقيقي لفريقنا. نظام البطولة خروج مغلوب، يعني تباري وتفوز واللي يخسر يطلع، ما هو مجموعات. راح تلعب مع الخصم ذهاب وياب في نفس الوقت. اليكم المباراتين، يلا. صار انت ترى العب يمين على الفتره الاخيره. اوه يلا 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 يا عيال، العب ثلاثة بس هم جد حول حط يمين. ايه كبير سلام عليكم. يصل الله صح صح صح. يلا جنون يا وحش، الله عليك رفعوني. يلا يا سلام. الله في يوم بعد يا عيال صح. يا خرافي يا سلام. خدقوني بالهدف. لا 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 ايوه 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 ايوه. اقسم بالله كره قدم يا ولد، كيف تلعب يا ولد؟ من البدايه مريم من الاول على العالم. يلا يا سلام. يلا يا عمي الله عليكم يا شيخ، متع يا شيخ. يا مجانين ارجع بالفص على برا. اجين 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 على برا يا امريكا. لا لا خلاص فيصل. يلا حسب فيصل. فيصل كبير يا فيصل. يا عمري يا شيخ يا اخي انت على الكوره بعرف يلعب. الله الله يستر. كبير كبير رونالد، صياد جميل يا ولد. يا سلام الله يا ولد، افضل محور عربي. الله يا سلام الله يا ولد، كيف تلعب انت ما شاء الله عليك. جربوني يا عيال، اقسم بالله اني كويس، يصير حتى المقطع يصير محتوى كويس. اقسم بالله من افضل لعبه العرب. يا بالله نزلها يا ولد، لا اشوف امك تشوت فاول. اسمع بالله نزلها يا عيال، بجرب حركه يا شفتها باليوتيوب. والله جرب حركه هنا انت من هلال لاعب 2000 جيم لسه تجرب. مباراه ثانيه لا يا عيال يا سلام. سكتوا سكتوا، شوف والله يا حلالكم يا شيخ، يا حلالكم يا حلالكم. والله والله ترى تنقال ذي يا ولد تويج وكذا. عموما الياب عيال اسكو، يلا انا نجيب هدف يصير خلاص. طب يلا تجمع خمسه عاد 10 لاعبين يشعلون. يا مجنون يا مجنون يا الله بلش حرام. يا الله وش ذا كمان؟ خلني انا. يا الله ايه ايه سام جامر بك تعال مهر نكاسه، يعني فوق ما انك جبت لي اصابه تجي تشوتها فيني. يا الله اوف سجلوا. يا يلا 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 انا والله يا عمري. يا يا ولد وش ذا؟ سبعة ثلاثة هالمرة، استحواذ 63 واحد صفر لهم، كيف كذا؟ مهاجم واحد دشرت. يلا طيب إذا جت دقيقة 90 شوف النتيجة كم وتذكرها. يلا الله يا والله تصريح خوي فيصل، إن شاء الله يكون قد الكلام ذا يا ولد. اسكو يا ترى شو اسمه؟ مقفلين إذا جات فرصة شوت شوت. كبير جوارديولا، الله عليك جوارديولا. جوارديولا ليتوني وحش. يوو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 و
هدي قول لهم انا هنا انا يا مجنون يا شيخ يا مجنون يا عمري لعن امك لاعب والله يا شباب يلا حلوين حلوين ابو حميد ابو حميد لا يوقف المقطع الدفجن الدفجن يلا بتكملون اجل نشوت ما جات بس ايه يلا يلا كمل 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 اللقب كمل مقطعك باللقب عشان ما يطلع المقطع قصير باقي لنا بس فوز او باقي لنا تعادل بس نجيب لقب ديفيجن 1 يلا يا ابو يلا روح ومن افضل لعيبه العرب كذا ايه بس خلي الوقت متاخر يا عيال وش اللي ثمان ترى ثمان صعب يا فهد نلعب ونمشي الاتفاق احتجوا على الهلال على المباراه ليه تلاقيني انا حاطه
طورت يلا لا اكس بوك لا مو يلا هذه التايت العيال تايت لا لا معهم معهم اني معهم اني يا عمري اقسم بالله عشان حيواني انا زيك انا دوبي استوعبت يلا راح حقك يا مجانين عيال يا مجانين اقول له ايه لا والله سويت ترى موجود المقطع ابو حميد صور الشاشه وخلاص سلام يلا انهي الله 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 يا رمي اللقب شكله بيت في المباراه الله يا شيخ اقول لك سوف تحسن قالك طيب يا مهارات مهارات اقسم بالله قايل لكم مهارات اقسم بالله لك مي لا تنساها هي فيصل يا رب تضيع الله ابل اي هاي بالله حط حط هجوم قدم اقسم بالله لا تقدم والله والله ما ارجع والله يا رجع فيصل لا 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 خلني استمتع يا اخي كفو كفو يا شيخ انا هجوم كفو فريال كله مهجوم تعال صامد والله شوف ما في احد يطقطق خلاص صامد سجلنا هدف يلا ارجع اسكت اسكت رجعني هجوم اقسم بالله ليدر اضيع ام الدفجر بابا نسجل يا ابله يا كلب يا اما شوف 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 اص ولا ايش الكلام وش يلا خلاص شباب انا وجانكس هجوم خلاص يلا حطيناهم هجوم ما جت ولا هجمه ما ادري يا سلام الله يلا بحمد يا سلام سجل حقك حلوين اوه حلو رجوني رجوني جوت مباراة شوف رجاني ظهير يا ولد الله سهله حط لقطات مضحكة وحط بلاتي حق وانا برسل صورة وجهي حطها في يا عيال خلونا لحالنا يا عيال بلا هو ايش اللعب ذا خلنا لحالنا احنا هجوم لحالنا يا اخوي ايش اللعب ذا يا اخي كلهم داخلين سعد جاب ابوه قدام ربك ظهير صح لا تصيح فيصل لا تكثر كلام لو حط لك الاغنية حق فيصل طلبتك طلب يا ليدر طلبتك طلب يا ليدر حط لي هجوم طلبتك طلب يا ليدر طلبتك يا ليدر ليدر يلا يلا الله يرجعك تصويق على صفارة الحكم انا دائما احط اللقطة دي ايش اللقب التعبان ذا يا عموما عيال وصلنا لنهاية المقطع اتمنى انكم استمتعتوا راح ننزل برضو مباراتنا القادمة باذن الواحد احد ان شاء الله يوفق فيهم فوز زر اللايك تابعونا حساباتنا حتى اشترك في القناة